بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، واساله سبحانه وتعالى ان ييسر الخير على يدينا، وان يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمار والأهواء والأدواء. هذا الحديث يدل على فائدة مهمة، وهو الحديث رقم 1520، يدل على فائدة مهمة، وهي استحباب الدعاء من العبد أن يباعد الله جل وعلا عنه سائر المنكرات، سواء كانت المنكرات المتعلقة بالخلق والأخلاق أو بالعمل أو بالهوى أو مما يتعلق بالأدواء وهي الأمراض، سواء كانت قلبية أو حسية. وهو بهذا الدعاء اجتنب، دعا بأن يجنبه الله عز وجل الأخلاق الدميمة كلها، سواء القلبية أو العملية أو القولية. وهو بنفس الوقت دعا أن يجنبه الله عز وجل كل ما من شأنه أن يعيقه عن طاعة الله جل وعلا. مثل ماذا؟ مثل الأمراض الحسية. الإنسان إذا مرض مرضا حسيا فإنه ماذا يكون من شأنه؟ لا شك أنه سيبتعد عن عبادة الله جل وعلا، وإن كان مأجورا، وإن كان يكتب له العمل ويكتب له الأجر، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن لا شك أن الإنسان ما يحب أن يواجه أي شيء يضعفه، سواء جسديا أو قلبيا. هذا الدعاء الجامع، تأمل اليوم كثير من الأمراض الموجودة العصرية التي وجد علاجها والتي لم يوجد علاجها، كل يوم أو كل زمن تتفاجأ أو تسمع بخبر فلان أصيب بمرض كذا وكذا من الأمراض الكبيرة، أعاذ الله وإياكم من ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه أنه يسأل الله جل وعلا أن يجنبه الأدواء، والأدواء سواء كانت قلبية أو حسية، سواء كانت عضوية أو كانت من هذه الأمراض المعنوية. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يستعيد من سيء الأسقام، من سيء الأسقام. لاحظ، السقم والأمراض كل واحد ما يريدها، طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا واستعاذ من أشد الأسقام والأمراض. وإذا ينبغي الإنسان أيضا يحافظ على هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد منه. الحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف. وهذا الحديث كما ذكر ابن حجر في سنده ضعف، هذا الحديث ضعيف لأن في سنده ليث ابن أبي سليم، ضعفه أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم من أئمة الحديث. على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على النهي عن إيذاء المسلم لأخيه المسلم، سواء كان ذلك بالممارات وهي المجادلة، المجادلة المذمومة، لأن المجادلة تنقسم إلى قسمين: هناك مجادلة محمودة وهناك مجادلة مذمومة. قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، فهو أسلوب دعوي وأسلوب دعوي. لكن المنهي هنا الممارات المقصود بها المجادلة المذمومة. وأيضا قال: ولا تمازحه، والمقصود به ذلك
المزاح الكثير الذي يفسد القلب. أما مطلق المزاح لا، غير منهي عنه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، فالمزح من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس على إطلاقه. وقال ولا تعده موعدا فتخلفه، وتقدم معنا أن إخلاف الوعد من علامات النفاق. ثم الحديث الذي يلي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف، فالحديث ضعيف كما ذكر ابن حجر. لماذا؟ لأن في سنده صدقة ابن موسى، صدقة ابن موسى هذا رجل فيه ضعف، ضعفه أبو حاتم وابن معين وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من أئمة الحديث. والحديث فيه النهي عن صفتي ماذا؟ صفتي البخل وسوء الخلق. وإن كان الحديث ضعيف لكن هاتان الصف، لكن هاتين الصفتين مذمومتين. أقول لكن هاتين الصفتين مذمومتان في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة. وفي الحديث دلالة على أن من فيه هاتين الصفتين فهو ناقص الإيمان، فهو ناقص الإيمان. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في مؤمن، أي لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان. ثم الحديث الذي يلي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أنه إذا وقع تشاتم بين اثنين وتساب، فسب الأول الثاني ثم رد عليه الثاني بمثل ما سبه، فإن إثم الأول وإثم الثاني على الأول، فإن إثم الأول والثاني على الأول لأنه هو البادئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان ما قال فعلى البادئ، إذن إثم الأول والثاني على الأول المباشر الذي تسبب في ذلك، الذي تسبب في ذلك، لكن بشرط أن لا يعتدي الثاني، أي أن لا يسبه سبنا ويرد عليه بسب أكثر من سبه. فمثلا لو قال الأول للثاني أخزاك الله، وقال الثاني للأول بل أنت أخزاك الله، الثاني ليس عليه إثم، الثاني ليس عليه إثم، إثم الأول والثاني على الأول. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ، لأنه هو الأول هو الذي بدأ. قال ما لم يعتد المظلوم، يعني لا ما لم يتعدى ويسب سبا أكثر من ذلك. فلو قال له بل أنت أخزاك الله وقاتلك، فهنا نقول لا، أنت كنت في أول الأمر ما قلته وهاجمت به أخاك الأول يتحمله البادئ، لكن حينما زدت في كلامك فإنك أنت تتحمل ما قلته أيضا هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه غير هذا الحديث، لأنه دلت أدلة كثيرة على أن المسلم يجوز له أن يأخذ حقه، يجوز له أن يأخذ حقه. قال الله جل وعلا والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، فهذا من الأشياء المسموحة والمفسوحة لهم، أنه إذا بغي عليها أنه ينتصر لنفسه. وقال الله جل وعلا أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لا شك أن العفو أفضل، ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لكن نقول بالجملة العفو عن المعتدي أفضل. ولأن الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لكن هذا ليس على إطلاقه كما تقدم معنا في دروس أخرى، لأنه أحيانا يكون العفو عن هذا المبتدئ بالظلم والاعتداء يكون سببا في استمرار اعتدائه. ولنفترض مثلا أن شخصا اعتدى على بيت شخص آخر فسرق منه، ثم جاء صاحب البيت وقال أنا أريد أن أعفو عنه لوجه الله جل وعلا، وطلبا لي الأجور المتمثلة في النصوص، وأنا أريد الأجر من الله عز وجل فأجره على الله،
نقول له ليس الأفضل أن تعفو عنه على الإطلاق لينظر في حال هذا المعتدي. إن كان من الناس الذين لا يبالون أبدا لا يبالون، وإذا عفي عنه سرق من بيت آخر وآخر وآخر، فهذا معاقبته أفضل. لماذا؟ لأن فيه ردع له وفيه كف لإيذائه عن إيذاء المسلمين قد يتسلط على بيوت أخرى. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستبان ما قال فعلى البادئ إثم الأول والثاني، ما لم يعتد المظلوم. إذا اعتدى المظلوم وزاد في رده فإن عليه إثم الزيادة. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على قاعدة عظيمة، وهي المتسبب له جزاء المباشر، المتسبب له جزاء المباشر. الثاني حينما قال له بل أنت أخزاك الله، من الذي باشر بهذه العبارة بل أنت أخزاك الله؟ الثاني، لكن من الذي تسبب؟ الأول، فهو له الجزاء، يعني عليه الإثم في ذلك. وهذا هذه القاعدة أخذت من هذا الحديث. طيب، ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أبي صرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه، أخرجه أبو داود. أول فائدة نقول الحديث فيه ضعف لأن في سنده لؤلؤ، وهذه امرأة مجهولة، هذه امرأة مجهولة، وضعف الحديث ابن القطان وغيره. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم إلحاق الضرر أو المشقة بالمسلم، وأن من فعل ذلك فجزاؤه من جنس عمله، كما ضار أخاه المسلم فإن الله عز وجل يوقع عليه الضرر، وكما شاق أخاه المسلم فإن الله عز وجل يوقع عليه المشقة. وهذه قاعدة، جزاء من جنس العمل، وجاءت فيها حديث كثيرة، ومن ذلك هذا الحديث. فكما شق عليه الله عز وجل سيشق عليه، وكما ضر بأخيه المسلم الله عز وجل سينزل عليه الضرر. وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكن هذا المعنى تدل عليه نصوص كثيرة، كقوله جل وعلا والذين يعذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقول الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد الحديث أن نقول مفهوم الحديث أن من عامل الناس بالسهولة وكان هينا معهم عامله الله عز وجل بمثلها، فإن من لم يشاق الناس فالله عز وجل يشق عليه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث الذي يليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. أول فائدة نقول الحديث ضعيف لجهالة يعلى ابن مملك، هكذا اسمه يعلى ابن مملك. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه التحذير من الفحش والبذاءة سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول، ويدخل فيه كل ما جاوز الحد من القول كالسب والقذف والشتم والكذب وغيرها، وكل فعل قبيح يؤدي إلى الفحش وصاحبه ماذا؟ ممقوت، ممقوت عند الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يبغضه. قال إن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء. ومن فوائد الحديث، الحديث فيه إثبات صفة ماذا لله عز وجل؟ أحسن، فيه إثبات صفة البغض لله تعالى، وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو أشد البغض، هو أشد البغض. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغض أهل السماء. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
أول فائدة في هذا الحديث أن نقول الحديث المرفوع فيه ضعف، لأن في سنده محمد بن سابق التميمي متكلم فيه، محمد بن سابق التميمي متكلم فيه. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن أنه ليس من صفات المؤمن كامل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن، أي ليس المؤمن كامل الإيمان. ليس من صفاته كثرة الطعن، والطعن سواء كان في الأنساب أو كان في الأشكال أو كان في الأعمال. قد يكون الطعن في الأنساب، يطعن هذه القبيلة أو يقول فلان من لا أصل له، أو فلان من القبيلة الفلانية التي أصلها مما يستخف به أو يستحقر عند الناس، فإن الطعن في الأنساب من كبائر الذنوب، وجاءت فيها حديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلال من خلال الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وذكر منها الطعن في الأنساب، والحديث في الصحيحين. وسواء كان الطعن في الأشكال، كان يقول انظر إلى شكل هذا، انظر إلى مشية هذا، انظر إلى فعلها، إلى طريقة هذا، أو كان الطعن في الأعمال، كان يقول انظر إلى عمل فلان كيف يفعل، وانظر هذا جاء بصدقته مرائيا، أو يفعل هذه الأمور ليشتهر، أو يفعل هذا الأمر ليستفتى أو ليقال أنا عالم أو غير ذلك، ويطعن في أعماله، أو هذا لا يريد وجه الله جل وعلا. ومن فوائد الحديث فيه النهي عن كثرة اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. واللعن لا شك أنه من كبائر الذنوب. وسيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وهذا جزاء. ومن فوائد الحديث أيضا النهي عن الفحش والبذاءة، وهذا تقدم معنا قبل قليل. ثم الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أول فائدة أن أقول حديث دليل على تحريم ماذا؟ سب الأموات. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، وقال إنهم أفضوا إلى ما قدموا، أي أقبلوا على عملهم، فلا ينفع سبهم، ولن تعدل من سلوكهم، لن تعدل من سلوكهم، ولن تعدل من أعمالهم، ولن ينفعهم سبك هذا، فهم قد أفضوا إلى أعمالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، وأحيانا تأتي النصوص مقرونة بالعلة، وأحيانا تأتي النصوص غير مقرونة بالعلة. وهناك قواعد مبنية على العلة، فقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والعلة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون علة شرعية منصوص عليها، وإما أن تكون علة شرعية مستنبطة، أي أن أهل العلم اجتهدوا في بيان هذه العلة. فمثلا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، هذا الحديث بيّن أنه من السنة لمن شرب اللبن أن يتمضمض بعد شرب اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة ولم يذكر العلة، ذكر العلة وقال فإن له دسما. بعض أهل العلم قال أي شيء له دسومة فإنه يستحب المضمضة منه، ونقل ذلك ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري. هذه علة شرعية نبوية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأحيانا لا تذكر العلة ويجتهد العلماء فيها في بيانها، كقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة، ولا لا تشربوا في صحاف الذهب والفضة ولا تأكلوا فيهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين العلة، فاستنبط العلماء علة من ذلك، قالوا لأن في ذلك كسر لقلوب الفقراء، أو لأن في ذلك من المباهات والفخر وإلى غير ذلك، فهذه علة مستنبطة. هذا
هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، لا تسبوا الأموات. لماذا لا نسبوا الأموات؟ قال فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذن هذه العلة علة ظاهرة. العلة الثانية أن في سب الأموات إيذاء لمن؟ للأحياء، لأقاربهم. وهذا جاء أيضا في جاء فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في سنن الترمذي: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فتؤذوا الأحياء. لا شك أن أي إنسان يسمع مسبه لميته فإنه يؤذى بهذا. والعلة الثالثة أن هذا فيه ماذا؟ غيبة. أن هذا فيه وقوع في كبيرة من كبائر الذنوب وهي الغيبة. إذا اجتمعت هذه الثلاث علة، بل غيبة الميت أشد، لأن الميت لن يصله الخبر أبدا حتى يستحل حتى يحل المغتاب. وأيضا لو تاب هذا المغتاب لن يستطيع أن يذهب إليه ويتحلل منه، على خلاف هل يذهب إليه يتحلل أو لا، سيأتينا في نهاية هذا الباب. ولكن لابد أن يقال هنا أنه ليس من الغيبة أو ليس من السب حينما تذكر أخطاء الأموات الشرعية، سواء كانت متعلقة بالعقيدة كذكر مثلا أخطاء بعض العلماء حينما أخطأ في الصفات في مثلا تأويلها أو تفويضها، أو مثلا جهالة بعض الرواة والكلام عن المجروحين من أهل الحديث في الإسناد وغيره، حينما يقال هذا ضعيف، هذا فيه جهالة، هذا سيء الحفظ، هذا اختلط عليه ونحو ذلك، هذا ليس من السب حتى وإن كان أمواتا، لأن هذا فيه حفظ للشريعة، هذا فيه حفظ للشريعة، وهذا هو من باب النصيحة، فلا يدخل هذا في هذا. والسب ليس مسقطا على نفس الشخص، وإنما هو حفظ للشريعة. طيب، الحديث الذي يليه حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. والحديث متفق عليه، حديث فيه دلالة على تحريم النميمة وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، أي نمام، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه ماذا؟ النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أما الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح والنصيحة فلا حرج، وليس هذا من النميمة بل هو من النصيحة، بل هو من النصيحة. لما تأتي لشخص وتقول: احذر من فلان، فلان يفشي أسرارك، وفلان يقول عنك من الأمور التي أنت أخفيتها والتي أنت ربما لا تحب أن يطلع عليها أحد، أو أنه يهتك سترك، هذا من النصيحة ولا بأس في ذلك. طيب، والنميمة نعم قتات هو الذي يقت، هو في اللغة القتات من القت، قال أهل اللغة هو الذي يقت أي ينم، أي ينم. من أهل العلم ومن أهل اللغة أيضا من فرق وقال أن القتات هو الذي يسرق الحديث من دون أن يعلم به المتحدث، مثلا يستمع لي فلان يتكلم مع أن هذا الشخص لا يعلم أن هناك من يسمعه، ثم يسرق هذا الحديث وينم به عند آخر. والنمام هو الذي يسمعه مباشرة من دون سرقة لهذا الحديث ولا اختلاس، والأظهر والله أعلم أن المعنى واحد، وأن القتات والنمام معناهما واحد. وجاء التحذير من النميمة بحديث كثيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، أي أنه متهاون في التطهر، وجاء في لفظ لا يستتر من بوله، أي أنه متهاون بالاستتار إذا قضى حاجته. الشاهد من هذا الحديث أنه قال على الأول كان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة. طيب، والله عز وجل قال: هماز مشاء بنميم،
فالنميمة خلق مذموم جاء التحذير منه في الكتاب والسنة. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. فهد فهد لو سمحت أغلق كيف 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 أغلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث سنده ضعيف جدا. حديث سنده ضعيف جدا لضعف خالد ابن برد ضعفه الأئمة. وكذا له شاهد هذا الحديث عند ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر, وأيضا سنده ضعيف جدا لأن فيه هشام ابن إبراهيم ابن أبي إبراهيم متكلم فيه. والحديث له طرق لكن كلها ضعيفة كلها ضعيفة. هذا الحديث فيه الحث على كف الغضب وأحكام النفس أن تسترسل مع الغضب فيحصل ما لا يحمد عقباه. وتقدم الكلام عن النهي عن الغضب ومباحث الغضب في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. الحديث الذي يليه حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. والحديث أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي سناده ضعف. فالحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ضعيف في سناده فرقد ابن يعقوب السبخي, وهذا أيضا ضعيف ضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم والنسائي وغيره. طبعا كما هي طريقتنا إذا جئنا على حديث ضعيف نبين ضعفه وسبب الضعف, وإن كان له أصل وشواهد ذكرنا أن معناه صحيح وفوائده, وإن لم يكن هناك له شواهد بينا أنه ليس هناك ما يعضده. هذا الحديث فيه ذم ثلاث صفات. الصفة الأولى الخديعة, وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب. الخديعة أن يكون الإنسان خداعا مختالا في معاملته للآخرين, سواء كانت الخديعة بقوله أو كانت الخديعة بفعله حين يسلب حقوق الناس وطرقهم عن طريق الخداع, وهذا مع الأسف واقع لا سيما في التجارة. يقول لعبت عليه أو استطعت أن أظفر بهذه الصفقة وتجد أنه غرى المشتري ويقول مثلا هذه البضاعة صرفتها ولله الحمد, وربما غش بها الآخر عن طريق الخديعة والتلبيس, وهذا لا يجوز لا شك أنه لا يجوز, والبال مال حرام وهو من السحت. وهذا ليس فقط في الأموال وإنما في سائر المعاملات. قد يكون في الأنكحة على سبيل المثال أن يزوج ابنته وفيها مثلا مرض لم يبينه, مرض مؤثر ولم يبينه في عقد النكاح أو عند الخطوبة على سبيل المثال. طيب, والصفة الثانية البخل, وهي صفة أيضا ذميمة جاءت النصوص بذمها وتقدم الكلام عن البخل. والصفة الثالثة أن يكون الإنسان مسيئا سيء الملكة, أي مسيئا لمن كان تحت يده من المماليك. قد يكون تحته أعبد جمع عبد ويسيء إليه ويكلفهم ما لا يطيقون, ويدخل في هذا الإساءة للعمالة, يدخل في هذا الإساءة للعمالة أن يشق عليهم. وهذه مصيبة موجودة في واقعنا اليوم. أو أن يؤخر حقه, وهذه جرمها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كثير من الناس يتهاون بهذا, تجد أن صاحب العمل قد انتهى من عمله ثم يقول له المال أعطيك غدا بعد غد بعد غد بعد غد, وهو لو أخر عمله لو قال له العامل أنا لن أتيك سأتيك غدا ثم لما جاء من غد لم يأته قال سأتيك بعده لغضب. طيب كيف تؤخر حقه وماله؟ وهذا أيضا لا يجوز, وهذا من الإساءة لمن كان تحت يده. طيب الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة, يعني الرصاص
أخرجه البخاري. هذا الحديث من فوائده فيه التحذير بالوعيد الشديد لمن استمع حديث قوم وهم له كارهون، أي لا يحبون أن يستمع لهم، كالتجسس والتنصت على الآخرين، كمن يجلس خلف الباب على سبيل المثال ويسمع لحديث هؤلاء الذين يتحدثون وماذا يقولون، ويدخل في هذا الأجهزة الحديثة الموجودة اليوم، كان يجعل عندهم مثلا جهاز تسجيل أو غير ذلك من الأجهزة، أجهزة التنصت أو الاتصال أو إلى غير ذلك من الأشياء التي ربما يكشف فيها سترة هذا المجلس. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على قاعدة الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، كيف نأخذ هذا من الحديث؟ كيف نأخذ هذه القاعدة من الحديث؟ الجزاء من جنس العمل. نعم، لكن في الحديث ليس هناك كراهة. طيب هم لهم كريم، لكن هو قول من تسمى. ها نعم دكتور، أحسنت. لما كان الاستماع في الأذن صار العذاب وين؟ في الأذن. لما كان الاستماع في الأذن صار العذاب في الأذن. قال من تسمى حديث قوم وهم له كريم صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. ومن فوائد الحديث بعض أهل العلم قاس عليه أيضا حكم، قاس على حكم السماع النظر، النظر إلى قوم وهم له كارهون، أن ينظر إليهم، قد لا يستمع إليهم لكن ينظر إليهم على عن طريق مثلا الدرابين، هذه الأجهزة التي تقرب البعيد، فإن هذا يدخل في الحكم. ومن رجح هذا شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه، أن النظر مثله ماذا؟ السماع، أو التقط لهم صورة على سبيل المثال وهم له كارهون، فإن هذا يدخل في الوعيد. صحيح أنه لا يجزم أن يكون له نفس الوعيد، لكن يدخل في التحريم، نفس التحريم تماما. طيب الحديث الذي يليه حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. أول فائدة في الحديث أن نقول الحديث ضعيف، لأن في سنده الوليد بن المهلب الأزدي، في سنده الوليد بن المهلب الأزدي، وفي سنده أيضا النضر بن محرز، وكلاهما متكلم فيه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث في حث الإنسان على الإقبال على نفسه وإصلاحها والاشتغال بها وبما ينفعها في الآخرة، فإن من فعل ذلك فقد نال الطيب. وهذا لا شك أن الواقع يدل عليه، أن الواقع يدل عليه، فالإنسان إذا اشتغل في نفسه فإنه سيحمد على ذلك، لأنه لن تكثر أخطاءه وسيربي نفسه على أشياء كثيرة. وأما إذا اشتغل بعيوب الناس واثتب عورتهم كان لعيوبه أغفل، كان لعيوبه أغفل، لأنه سيغفل عن عيوبه وسيستمر على ذلك، وفيه في ذلك تزكية لنفسه. أنت حينما تقدح بفلان وفلان كأنك تمدح نفسك بطريقة غير مباشرة، حينما تقول أن فلان مثلا على سبيل المثال فلان مهمل، أنك كأنك أنت تزكي نفسك بأنك إنسان جاد، وإلى غير ذلك من الأمور التي تفهم بالمضمون أو بالمفهوم. الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث اخرجه الحاكم ورجاله ثقات. اول فائده نقول الحديث دليل على تحريم التعاظم والتكبر، وانه ينبغي للعبد ان يبتعد عن هذا الخلق، وانه لن يحصل على الرفعه. بعض الناس يظن انه اذا كان مثلا علاقاته محدودة ولا يدخل مع فلان وفلان وفلان أنه يفرض احترامه عند الناس وأن له الرفعة وله العزة، وربما لا يتكلم مع فلان ترفعا واختيانا، فإن هذا كله ماذا؟ هذا كله مذموم، وهو قد طلب الرفعة بغير مضانها. فإن العزة والرفعة في التواضع، في التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حث على
التواضع، وبين أن في ذلك الرفعة، وكذلك في العفو عن الناس. طيب، وجاءت حديث كثيرة تذم الكبر، تذم الكبر من النصوص الدالة على الكبر قول الله جل وعلا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ومن النصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على لقاء العبد لربه جل وعلا، لأنه ماذا قال؟ قال لقي الله، إذن العبد لا بد أن يلقى الله جل وعلا. وجاءت أدلة ونصوص كثيرة تدل على أن العبد سيلقى ربه جل وعلا. قال الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. طيب، ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على إثبات صفة ماذا لله جل وعلا؟ صفة الغضب لله جل وعلا، قال وهو عليه غضبان. ثم الحديث الذي يليه وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، حديث أخرجه الترمذي وقال حسن. وتقدم معنا إذا قيل عن الحديث حسن فاعلم أن هذا الحديث متنازع فيه، متنازع في بعض طرقه، بعض الطرق يقويها بعض الأئمة فيحكم عليه بالحسن، وبعض الطرق لا، يرى أنه لا يرتقي لدرجة الحسن فيضعف. والحديث والله أعلم ضعيف، لأن في سنده عبد المهيمن بن عباس، هذا ضعفه البخاري وأبو حاتم والنسائي وغيره. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على ذم العجلة والتسرع في الأمور عموما، سواء كان ذلك في الأقوال أو الأعمال، ونقلها أو الأعمال والحديث عنها. والواقع خير شاهد مثل هذا، اليوم نجد كثير من الأخبار تتناقل هنا وهناك، وما أكثر الإذاعات والصحف سواء كانت مقروءة أو مسموعة ومرئية، وتنقل من الأخبار ما فيه الغث والسمين وما فيه من الإشاعات ومن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي أن كل من إذا أنت تحدث بكل ما تسمعه فلا شك أنك ستقع في الكذب، وليس من المعقول أن تسمع كل شيء يكون خبره صحيح. ولذا الآن الصحف فيها من البهتان ما فيها، صحيح فيها من الخبر الأخبار الصحيحة والمهمة والعاجلة والتي فيها خير عظيم، لكن في نفس الوقت حينما هي مظنة عدم التأكد ونقل الأخبار من أجل الإثارة. وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وأنه سيكثر قيل وقال، وهذا من هذا القبيل، أن الإنسان همه فقط ماذا قالوا وماذا سمع، وقيل فلان أنا سمعت كذا يقولون كذا، وكما قال السلف بئس مطية القوم زعموا. وهذا مظنة وقوع الأخطاء ولا شك. والعجلة مذمومة في أمور، في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فالله عز وجل أمرنا بالمسارعة والمسابقة، وسارعوا وسابقوا واستبقوا الخيرات. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدى في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، إلا في عمل الآخرة، لكن في أمور الدنيا فإنها مذمومة، هذا من حيث العموم ومن حيث الجملة. والعجلة هي جبلة في الإنسان، ولذلك الله جل وعلا قال خلق الإنسان من عجل، وقال الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا. وهذا يبين لك أن التخلص من العجلة يحتاج إلى مجاهدة. إذا كان الإنسان خلق من عجل، هذا من حيث الطبائع ولا من حيث الخلقة، فهو خلق من طين. وإذا كان من جبلته أنه عجول، فالتخلص من هذا الخلق الذميم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل بصفة التأني، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأشج عبد القيس
وهذه في الصحيحين قال أن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. فالحديث ضعيف كما ذكر الحافظ رحمة الله تعالى عليه، لأن في سنده أبا بكر ابن عبد الله بن مريم الغساني، لأن في سنده أبا بكر ابن عبد الله بن مريم الغساني. هذا الرجل ضعفه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيره. وفي الحديث علة أخرى أيضا وهي الانقطاع، فإن حبيب بن عبيد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. الحديث من الفوائد أيضا نقول الحديث دليل على أن الخلق السيء وبال وشؤم على صاحبه، وإن كان الحديث ضعيف لكن هذا ظاهر وواضح. تجد الإنسان صاحب الأخلاق السيئة ما أحد يحب معاشرته ولا جلوس معه، وربما تأذى منه الناس، وربما حامل همه إذا أقبل عليه. فالخلق السيء شؤم على صاحبه وبال على صاحبه، وهذا ظاهر وواضح في كثير من أمثلة الواقع. وأيضا سوء الخلق دلت عليه أحاديث كثيرة في ذمه. الحديث الذي يليه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الحديث أخرجه مسلم. من فوائد الحديث، أول فائدة نقول الحديث دليل على التحذير من كثرة اللعن، وأنه من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليه عقوبة أخروية، أن كثير اللعن لا يكون شهيدا يوم القيامة، أي أنه لا يشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ولا يشهد لغيره بشيء، فلا تقبل منه شهادة. ولا شفعاء، لا يستطيع أن يشفع لأخيه الذي دخل النار، لأنه هناك من الشفاعات ما هي شفاعات عامة، يشفع المؤمن في أخيه المؤمن. قالوا لما دخلوا الجنة قالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا لا نراهم، فيقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء يخرجوا من النار إلى الجنة بشفاعة من؟ شفاعة إخوانهم. فالذي يكثر اللعن سيحرم من هذه الشفاعة. يريد أن يشفع في صديقه، يريد أن يشفع في جاره، يريد أن يشفع في أمه أو أبيه، يريد أن يشفع في قريبه أو في أي أحد، لا يستطيع ولا تقبل منه شفاعة. هذا كفى به جرما وشؤما. ولذلك مع الأسف اليوم كثير من الناس تهاون في هذا الخلق السيء وهو اللعن، بل أصبح الناس اليوم إذا أرادوا أن يمدحوا شيئا لعنوه وقالوا هذا لعن الله، هذا ما أظرفه، ما أفضله، ما أقواه، ما أشده، ما أسرعه. وهذه مصيبة أخرى أيضا. وصار أطفالنا وأبناؤنا الصغار أيضا يتهاوننا في هذا، تجد الصغير يكثر اللعن، يلعن الأب ويلعن الأم ويلعن الأخ، وينبغي أن لا يتهاون في مثل هذا، فهو سيحرم الشهادة والشفاعة. طيب، فلا تقبل شهادته على الأمم السابقة في رسلهم أنهم بلغوا الرسالة، ولا تقبل شهادته أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة. وهذا الوعيد طبعا مترتب على ما لم إذا لم يتب قبل موته، أما إذا تاب من هذا اللعن فإنه ستقبل شهادته وشفاعته يوم القيامة، فإن من تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. والحديث فيه إثبات الشفاعة لغير الأنبياء يوم القيامة، يعني ليس فقط الأنبياء هم الذين يشفعون، الشفاعة العظمى نعم هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا المؤمن يشفع لأخيه المؤمن كما تقدم معنا الحديث الذي قبل قليل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40، وجاء في لفظ 100، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي أنهم يشفعون له. لكن إن كان من هؤلاء المصلين شخص كثير اللعن فإنه لا تقبل شفاعته يومئذ، هذا حرمان عظيم كبير. والحديث أيضا بفوائده أنه دليل على إثبات الشهادة يوم القيامة. والشهداء يوم القيامة 4، هل تذكرون أحدا منهم؟ الشهداء يوم القيامة 4، نعم، ها؟
على الإنسان أو على الأقوام أيا كان. أحسنت. الجوارح، الجوارح تشهد، الأيدي والأرجل، وسمعك يشهد، وبصرك يشهد، وغيره. الأرض تشهد بما عمل عليها. جيد. أيضا الجلود، وهذا داخل في الأعضاء أيضا. نعم. القرآن شفيع، نريد الشهداء الذي جاءت بهم النصوص. نعم. أحسنت. أمة محمد شهداء على الرسل والأمم من قبلهم. أيضا الملائكة. أحسنت. وأيضا الأنبياء، الأنبياء والذين جاءت فيهم نصوص القرآن بأنهم يشهدون أربعة: الملائكة والأنبياء والعلماء والجوارح. نأخذ واحدة واحدة. أولا الملائكة. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال الله جل وعلا: ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة تشهد. الثاني الأنبياء. الأنبياء. قال الله جل وعلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الثالث العلماء. العلماء على قول المفسرين طبعا في هذه الآية، نفس الآية هذه في قول الله جل وعلا: لتكونوا شهداء على الناس، قال العلماء يشهدون على الناس. وقول الله جل وعلا: وكذلك، نعم هذه الآية نفسها في أولها، قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس. الرابع الجوارح. قال الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طيب، ثم الحديث الذي يليه: وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وسنده منقطع، وسنده منقطع أي أن في سنده انقطاع. وهذا الحديث كما ذكر ابن حجر فيه ضعف لانقطاع في سنده. من أين أتى الانقطاع؟ الانقطاع جاء بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. ما معنى انقطاع؟ يعني أنه لم يسمع منه، هناك فجوة. لو جاءنا شخص هنا وقال: حدثني الشيخ ابن عثيمين، هذا واقع وقد يحصل. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون هذا الشخص قد أدرك الشيخ ابن عثيمين. طيب، لكن لو جاء شخص وقال: سمعت ابن تيمية يقول، هذا تجزم بأنه ماذا؟ أن هذا السند فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه حتما أن هذا الرجل لم يدرك ابن تيمية. هنا خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه، فصار السند فيه انقطاع، إذن الحديث ضعيف. وزيادة على ذلك الحديث أيضا موضوع، وإذا قيل موضوع فهو من أشد أنواع الضعف، فقد ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ولأن في سنده محمد بن الحسن الهمداني ضعفه الأئمة، ضعفه الأئمة. من فوائد الحديث: الحديث فيه ذم تعيير الناس وذم بما هم عليه من عيوب وأخطاء. وهذا الأمر وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه لا يجوز أيضا، دلت عليه عمومات الأدلة. ولا ينبغي للإنسان أن يعير أخاه المسلم. ولابن رجب رسالة قيمة اسمها: الفرق بين النصيحة والتعيير. الفرق بين النصيحة والتعيير، ذكر فيها فروق جيدة ينبغي قراءة. وهي رسالة لطيفة صغيرة قصيرة، وموجودة من ضمن مجموع الرسائل، رسائل ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه ذم من عير أخاه وأنه سيقع في نفس الذنب الذي عير به أخاه، نقول أن التعيير لا يجوز وذم الغير لا يجوز، وإن لم تكن عقوبة يعني ربما لا تقع عليه، والواقع خير شاهد
يعني أنت ربما تشاهد شخص يعير فلانا ويذم فلانا بشيء معين ومع ذلك لم يبتلى بهذا الأمر، لكن مع ذلك نقول هذا الأمر محرم ولا يجوز حتى لو لم تقع عليك العقوبة في هذا الأمر. والمسلم إذا رأى من أخيه ذنبا أو رأى عليه عيبا فإنه ينصحه ولا يفضحه. بين المسلمين التناصح لا التفاضح، بخلاف المنافقين فإنهم يتفاضحون ولا يتناصحون. ويقول الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فاجر يهتك ويعير. طيب، حديث الذي يليه حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. هذا السند بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أهل العلم عدوا هذا السند من الأسانيد الحسنة، وهذا الحديث دليل على شؤم ذنب الكذب حتى وإن كان بمجرد إضحاك الغير، حتى وإن كان مجرد إضحاك الغير فهو موعود بالويل أي الهلاك، والمؤمن يتنزه عن مثل هذا. وفي المباح فسحة، في المباح فسحة، فما يمنع أنك تنقل بعض الأخبار الصحيحة التي فيها من الفكاهة وفيها من المرح ما فيها. أقول في المباح مندوحة وفسحة لمن أراد ذلك. الحديث الذي يليه هو قبل الأخير في هذا الباب، وحديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. الحديث رواه الحارث ابن أبي أسامة بسند ضعيف، فالحديث كما ذكر الحافظ بن حجر في سنده ضعف، لأن فيه رجل مبهم، لأن فيه رجل مبهم. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن كفارة الغيبة إذا اغتبت شخصا أن تذهب إليه وتستحله، تطلب منه أن يبرئك وأن يحلك بما قلت عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفارة لمن اغتبته أن تستغفر له. استدل بعض أهل العلم على هذا الحديث، طبعا بعض أهل العلم قال أنه لا بد أن تذهب إليه وتستبرئ منه وتطلب منه أن يبيحك، ومن أهل العلم من قال أنه لا تذهب إليه ولا تطلب منه أن يبيحك وإنما تستغفر له كما دل عليه هذا الحديث. ولكن هذا الحديث ضعيف كما تقدر، إلا أنه استدل به أهل العلم على أن هذا هو الصحيح، أنك إذا اغتبت شخصا ثم تبت فإنك لا تذهب إليه وتقول له أنا اغتبتك فسامحني. لماذا؟ قال: لأن في هذا ربما دخول الكراهية على قلبه، ولربما تطور الأمر وصار فيه من الشتم والتنازع وتغير القلب على المغتاب ما فيه، فقالوا تستغفر له وتدعو له بالمغفرة وتثني عليه في نفس المجلس الذي اغتبته فيه، فهذا كفارته. وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم، وهو مذهب في او قول في مذهب الامام احمد. والقول الثاني قالوا: لا، اذا اغتبت شخصا لابد ان تذهب اليه وتجعله يبرئك اي يحلك، وتقول له انا في يوم من الايام اغتبتك واريد ان تسامحني. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، فهو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. ما دليلهم؟ دليلهم ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع لهذا الحديث العظيم، قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، لا حبه العرض ومن ذلك الغيبة فهو فتح في عرضه، قال: من عرضه أو شيء فليستحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل، يعني إن ذهبت الدنيا وجاء يوم القيامة، إن كان لهذا المغتاب عمل أخذ منه بقدر مظلمته وجعلت للآخر، وإن لم تكن لهذا المغتاب يعني حسنات، وإن لم تكن له حسنات
أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الحديث نص وصريح في المظالم سواء كانت في الأعراض أو في الأموال، وهو نص قوي. ولذلك هؤلاء وقول الجمهور على أنك تذهب وتتحلل منهم قول له حظه من النظر، والقول الراجح والله أعلم أن في هذا تفصيل، وأنه ينظر في حال من وقعت عليه الغيبة. فإذا غلب على الظن أنه إنسان مثلا عرف أنه إنسان لطيف التعامل وأيضا مسامح وليس في قلبه غير، ومن الناس الذين يتحملون ما يأتي من الكلام ونحو ذلك، وموصوف بالحلم وموصوف باللطف، فأنه يخبر ويقال له أنا والله في المجلس الفلاني في يوم من الأيام أنا كتبتك وقلت عنك كذا وكذا وأنني أتوب إلى الله عز وجل وأريد أن تسامحني. لأن المفسدة منتفية هنا، وإن غلب على الظن أن هذا الرجل مما قد يكون في قلبه شيء وربما يتطور الأمر وتحدث مفسدة أعظم، قد يكون شجار وشتم ونحو ذلك وتساب أو تغير في قلبه، فإنه حينئذ لا يخبره وإنما يستغفر له ويذكره بخير في ذلك المجلس. الحديث الأخير وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الحديث أخرجه مسلم. هذا الحديث أولا نقول دليل على التحذير من شدة الخصومة وكثرتها، والخصم بكسر الصاد هو المتصف بالخصومة الذي يخاصم الناس لينتصر هو بغض النظر عن الحق، هو لا يتبع الحق، وأهم شيء أن يغرب من أمامه، وتجد أنه يجادله حتى وإن كان هو على باطل، أهم شيء لا يظهر بصورة منهزمة كما يظن، فتجد أنه يجادل ويناقش وربما لو عرف أن الحق ليس معه تجد أنه يجادل عن ذلك ويدافع ولا يعترف بخطئه، فإن هذا فيه من خصومة ما فيه، وهذا يسمى خصما خصما، وألصق هذا الاسم به لشدة وكثرة خصومته. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه إثبات صفة البغض لله جل وعلا وتقدم الكلام عليها. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن الأعمال السيئة تتفاوت في القبح وعظم جرمها، وهذا يؤخذ من أين؟ ها؟ من أين يؤخذ هنا في الحديث؟ أبغض، وهذه صفة ماذا؟ صيغة تفضيل، صيغة تفضيل، أي أن هناك من هو مبغوض وهناك من هو أبغض وأشد منه أن تقع عليه البغضاء. كما أن الأعمال الصالحة تتفاوت فإن أيضا الأعمال السيئة تتفاوت. طيب نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبهذا نكون قد انهينا هذا الباب وأنهينا تقريبا 20 حديثا في هذا اللقاء. إن كان هناك سؤال أنا لن ندخل في الباب الذي يليه، كان هناك أسئلة فلا حرج في ذلك. نعم. هل سب الكافر جائز؟ تقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن الغيبة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، وأنه استدل أهل العلم بهذا الحديث أنه يجوز أن تذكر غير أخيك بما يكره، وأن الغيبة إنما تسمى غيبة إذا كانت على مسلم، أما الكافر فليس بأخ لك. وهذا القول وجيه له حظ من النظر، ومن أهل العلم من قال لها، فإن سب الكافر وغيبة الكافر والكلام عليه أيضا لا يجوز، وهذا فيه تفصيل. أما ظلمه سواء كان بسب أو بضرب أو شتم وغير ذلك فهذا لا يجوز إطلاقا. ومما يدل على ذلك قول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
محرما فلا تظالم. والنداء لمن؟ لعباده جل وعلا. وكلمة العباد تطلق على كافر والمسلم، فكل من على وجه الأرض هم عباد لله جل وعلا، فكل من في الكون هم من خلقه جل وعلا. فالظلم لا يجوز هذا بالإجماع، سواء كان كافرا أو مسلما، سواء كان ظلمه بالقول أو بالفعل أو بالمال وأخذ الحقوق ونحوها. طيب، وهذا في الكافر الغير حربي، أما الحربي فدمه وماله حلال، دمه وماله حلال، والله أعلم. نعم. هل النية من إيش؟ من الشواهد؟ شواهد ماذا؟ كيف؟ الشهود. النية هل هي من الشهود المعتبرة يعني في القضاء وغيرها؟ لا، غير معتبر، غير معتبر، لأن النية أمرها مخفي، أمرها مخفي، وأمرها في صدقها وكذبها إنما هو لله جل وعلا، لا يمكن للإنسان أن يحكم على ذلك. فإذا جاء المتخاصمان إلى القاضي وقال أحدهما أنا فعلا ضربته لكن ما كان في نيتي أنني أفقع عينه، ولكن نيتي أن أضربه ضربا خفيفا ووقعت يدي على عينه، فهذا لا يسقط حق هذا الذي وقعت عليه المظلمة، فإنه يقاد من المعتدي، والنوايا أمرها لله جل وعلا. أما القرائن فهي معتبرة إذا كان هناك قرائن أخرى كالشهود على سبيل المثال، أو الدلائل، أو أحيانا يعتبرون التصوير على سبيل المثال على أن التصوير فيه كلام، لأنه قد يزور وقد يجعل فيه ما يجعل في الوسائل الحديثة اليوم ما يظهر أن هذا التصوير غير صحيح. على كل حال القرائن عموما معتبرة، أما النية لا يمكن أن يعتبرها القاضي أبدا. بعد الأذان، بعد الأذان نكمل. طيب، قل بالنسبة للسؤال الذي قبل قليل، النية لا تعتبر، لا تعتبر يعني حتى لو أظهر ما نواه وقال نويت كذا وكذا فإنه لا يعتبر قوله، لأن النية أمرها في صدقها وعدم صدقها لله عز وجل. واضح؟ في سؤال آخر، هل يجوز الدعاء على المسلم الظالم؟ نعم، يجوز أن تدعو عليه بمظلمتي، بما ظلمك، تقول كما ظلمني، تدعو عليه بهذه المظلمة، لا بأس بهذا، هذا من حقك، هذا من حقك. وهنا سؤال يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وهم له كارهون، من تسمى حديث قوم وهم له كارهون، هل أنهم يكرهون الشخص أو يكرهون استماع الحديث؟ لا، المقصود يكرهون استماع الحديث، قد لا يكرهون الشخص لكنهم يكرهون استماع الحديث، هذا هو الذي يقع فيه الوعيد. وهنا سؤال من آخر أيضا، الغيبة هل تقع على الطفل الصغير الرضيع؟ نقول هذا الرضيع وهذا الصغير لا يمكن أن يذم بشيء لأنه غير مكلف، فلا يمكن أن يذم بشيء أبدا، وإنما الكلام عليه من باب الاستئناس والضحك ونحو ذلك، لا حرج في نقل مواقف وغير ذلك، لأن الكراهة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره أي بما يعاب عليه، هذا الصغير لا يمكن أن يعاب عليه بشيء، كالرضيع ونحوه لا يمكن أن يعاب عليه بشيء. نعم، ما الفرق بين السباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وبين المستبان، المستبان ما قال؟ السباب المقصود به الذنب، الذنب، واضح؟ فأنت تقول عن هذا الذنب لما ينقل لك كلام مثلا تقول هذا الكلام هذا سب، هذا أن تحكم عليه حكما. والمستبان هما من تلبس بهذا الذنب، فهذا مستب وهذا مستب، هذا صدر منه السب وهذا صدر منه السب. لكن لما تقول سباب، كلمة سباب تدل على القول القبيح على سبيل المثال أو الفعل القبيح، واضح؟
أما المستبان أي أن من قام بهذا السب. كيف؟ لا لا، المقصود به من سب، من أقام هذا الذنب. يعني المتشائمان أو المتشاتمان؟ المتشائمان، التشاؤم ليس له علاقة، تشاؤم لا يقع بين اثنين، قد يقع بين شخص وبين عاقل، وبين شخص وبين غير عاقل، بين شخص وبين عاقل، كأن يرى على سبيل المثال شخصا قبيح المنظر، أو شخصا يقول له مثلا ما اسمك، قال أنا اسمي مثلا مثلا على سبيل المثال يقول أنا اسمي هداد، فيتشائم بهذا الاسم. طيب، هذا التشاؤم وقع على عاقل، واضح، من شخص على عاقل، وقد يقع التشاؤم على غير عاقل، كما كانت تفعل العرب سابقا في التطير، إذا رأت الطائر أخذ ناحية الشمال فإنهم تشاؤموا في هذا اليوم، وإذا رأوا الطائر أخذ ناحية اليمين فإنهم تطيروا وقالوا أن سيأتينا الرزق ونحو ذلك. فالتشاؤم ليس له علاقة في المستبان. طيب، أما التشاتم، الشتم والسب، نعم فيها متداخل. طيب، نعم. الضحك إيش؟ الضحك على تصرفات المجنون. إيه نعم، هذا يدخل في الغيبة، يدخل في الغيبة، يتكلم عليه فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا، يدخل. إيه نعم، قصدك يتكلم عليه من لا، حتى يعني إذا رأى الإنسان المبتلى فإنه لا يضحك عليه، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك، لكن إن كان هذا الأمر خارج عن طوره فلا حرج، الإنسان لا يؤاخذ بما لا يملك، لكن أن يكون هذا من باب التندر ومن باب الضحك عليه ونحو ذلك فهذا فيه كفر بالنعمة، نعمة العقل التي أعطاك الله عز وجل وسلبت من هذا المجنون، وفي نفس الوقت أنت تضحك عليه بشيء قد ابتلاه الله عز وجل به، هذا لا يجوز، أن يجعل من باب التندر. يقول هل هناك ذكر مشروع يقال عند رؤية المبتلى؟ نعم، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به فضلني على كثير من خلقه لا عوفي من ذلك البلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.